جهاد حطاب أو كما يعرف بجو حطاب، لماذا أثارت زيارته للجزائر وأحد الفيديوهات التي نشرها غضب الجزائريين؟ الجزائر هون؟ المغرب هون؟ سافا؟ لاباس؟ خطوتين بس. هاي حدود الجزائر المغرب، طلعوا اللوحة، هاي مدينة وجدة هيك ولكنها مغلقة. هي شبكة الآن عم تأشر لي أنها شبكة مغربية مو شبكة جزائرية. هاي كلهم شعوب واحدة، شعوب ومن المغاربة. الحدود كانت مفتوحة، كانوا يجوا عندنا احنا نمشيو عندهم، هما يدوا عندنا صالح احنا ندوا عندهم صالح. كاين واحد اليوتيوبر عربي مشهور سميتو جو حطاب، اصله من الاردن، عنده اكثر من 11 مليون متابع غير في يوتيوب. 11 مليون الاخوان، العالم العربي متبعو حيت كاع الفيديوهات ديالو كيتكلم فيهم بالعربيه وكيدير السوتيتراج باش يقيس الناس كثر، ولكن الاغلبيه عرب، وهذا الشيء كيطلع ليه في الداشبورد ديالو كيشوف شكون اللي كيتفرج فيه. وهو معروف بالسفر، كيسافر بزاف وكيصور دول جداد، ثقافات جداد، وكيعرفهم المتابعين ديالو. زار بزاف ديال الدول العربية، منهم السعودية، منهم الإمارات، ودول اخرين بحال اليابان، فنزويلا، إلى آخره. ديما مسافر، والستيل اللي كيصور به هو الفلوغ، الفلوغين، كيهز كاميرا وكيبقى يهضر معاها. وهاد الستيل كيتميز بواحد الخاصية، هي أنك كتهز كاميرا كتخرج للشارع وكتصور الناس في الشارع بطبيعة ديالهم، ما كاينش المونتاج بزاف، ما كاينش قطع، ما كاينش سك. وهاد جو حطاب فاش بدا في الاول كان كيسافر حيت هو كيعجبو السفر وكيبارطاجي مع الناس، واحد الوقيته طلع لواحد الليفل ولا محترف. وفاش ولا محترف وكيدير فيديوهات كيديروا مشاهدات كبار، ما بقاش صانع محتوى عادي، اللي كيدير دي كولابوراسيون عاديين، ولا كيتعامل مع وزارات، وبالضبط وزارات السياحه، كيعيطوا عليه دول الاخوان هما الكليان ديالو، كيقولوا ليه اجي عندنا في المي البلاد وشهر لينا الدوله ديالنا باش نجروا السياح ونعطيو صوره مزيانه لبلادنا. داكشي اللي المغرب داروا فابور بوليد الركريت. وفي هاد الحاله ديال الكولابوراسيون اللي كيطيح فيها جو حطاب كيكون بين جوج ديال الاشخاص، الشخص الاول هو الكليان، هو الدوله اللي مخلصاه، والشخص الثاني هما المتابعين ديالو اللي كيتفرجوا فيه، واللي بلا بهم ديك الدوله ما كانتش غتخلصوا. واش فهمتوا دابا فين كيلعب؟ خصو يرضي هادو ويرضي هادو، حيت بلا هادو ما كاينينش هادو. وثيقوا بيا هاد جو حطاب النيفو اللي وصل ليه باين كاين معاه فريق عمل كرش راسو، وهو ذكي بزاف واستراتيجيك بزاف وعارف شنو كيدير. كون ما كانش عارف شنو كيدير ما كانش غياخد داك الدرع ديال 10 المليون متابع في يوتيوب. وكنهضروا على واحد صانع المحتوى اللي قديم، راه ماشي يلاه بدا في 2012. القناه ديالو جو حطاب بوحدها دايره اكثر من مليار و300 مليون فيو. تخيلوا معايا مليار و300 مليون فيو. ولكن 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 هذا الاسبوع طرات ليه واحد الحاجه اللي ما عمرها طرات ليه في هاد الكارير ديالو كامله، مني بدا 2012، حين جابته وعيطات ليه جارة ديالنا الجزائر وطلبات منه يجي يدير لها إشهار، إشهار للبلاد. علاش؟ باش يهزوا ديك السياحة اللي عندهم، حيت كيف ما كتعرفوا القطاع السياحي مضعضع في الجزائر. كنهضروا يلاه على واحد 500 ألف سائح في العام. المغرب هذا العام غادي 13 مليون سائح، 13 مليون مقابل 500 ألف الإخوان، كنهضروا على 28 مرة أكثر عدد السياح اللي كيجي للمغرب في عام. الجزائر خاصها 28 عام باش يجيها، 28 عام هي الاخوان. ودابا مع السوشيال ميديا ومع هادشي اللي واقع قالوا غنعيطوا لديزانفلونسور وغادي يشهروا لينا البلاد ديالنا، شيء اللي مزيان. والشخص اللي اختاروا اللي هو جو حطاب يوتيوبر كبير ومعروف وغيعاونهم، فاش جابوه تفاهموا معاه على مجموعه هاد الفيديوهات الاخوان ماشي وحده. اول فيديو غادي يدير على الجزائر هادي اكثر من شهرين وهضر على الجزائر كامله كدوله. مورا شهر دار فيديو على مدينه قسطنطينه، شويه دار على مدينه وهران، شويه الاخوان زغبوا الله ومشى قرب للحدود المغربيه. فين اللوحه اللي خلفي؟ هاي حدود الجزائر المغرب، طلعوا اللوحه، هاي مدينة. مشى لمدينة تلمسان وزغبوا الله أكثر، ومشى لمدينة مغنية اللي ملاصقة مع مدينة وجدة. حط الفيديو الإخوان مورا بعض ساعات مسحها، ولكن اليوم غادي نوريكم لقطات منها حيت صوف كارديناها. بغيتكم تعطيوني الرأي ديالكم الإخوان الحقيقي، ما تهضروش بالقلب، هضروا بالعقل. أنا هاد لافيديو اللي حط جو حطاب جاتني كتجمع بين الشعوب بجوج وما كتفرقش، علاش غادي يكون مسحها؟ منين غادي يكون جاه لوردر باش يمسحها؟ أكثر دولتين متقاربين باللغة، اللهجة، تبرك في دارك، ثقافة، تاريخ، الحاضر والماضي. دولتين فيهم من الموارد ما بيجعلهم دول عظمى، ولو اتحدوا
راح تكون قوة مخيفة لأوروبا. هذيك الفيديو الإخوان راه صعيب أنها تسالي، هذيك الفيديو اللي كتشوفوا راه صعيب أنها تمونط، صعيب أنها تصور، راه شهورة ديال الخدمة الإخوان، ميمكنش يبوستيها ويمسحها هو، امبوسيبل الإخوان. غير ديك تمارة اللي ضرب ما تسمحش ليه يدير، بلا ما نهضروا على الفلوس اللي مخلص. وأي واحد في يوتيوب عارف بأن فاش كتمسح فيديو في يوتيوب كتآدي القناة ديالك، أي يوتيوبر يقول لك ندير كل شيء إلا المسيح، من غير لمسحوا هما. بدا الفلوق ديالو الإخوان وكيتكلم على المغرب، كيتكلم على الجزائر، كيتكلم على الاستعمار، وكيقول بأن الحدود مفتوحة في شمال إفريقيا كامل، كتوصل حتى المغنية وجدة ومبلوكي، أن الشعوب خاوة خاوة، وما دارش هاد الفلوق بوحدو، كانت معاه واحد الإنفلونسورة من الجزائر، وتا هي قالت بأنهم كيمشيو كيوقفوا حدا الحدود، كيبقاو يشيروا للمغاربة، وكيحسوا براسهم منهم. صافا؟ لاباس؟ تحيا المغرب، تحيا المغرب، تحيا المغرب. وكيف ما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو، الفلوغ الاخوان ما كيتقطعش، الفلوغ هو الطبيعه، الفلوغ هو الرياكشن، ماشي تمثيل، ماشي فيلم. كتشد كاميرا وكتشوف الناس اش كيقولوا، شنو خارج لهم من القلب، وهادشي اللي دار جو حطاب في الفيديو الاخر. وهذيك الانفلونسوره اللي كانت معاه كانت جالسه معاه في السياره وقالت لي شوف الريزو اللي عندي، الريزو ديال المغرب ماشي تا ديالنا، هي في الجزائر. يا شبكه الان عم تاشر لي انها شبكه مغربيه مو شبكه جزائريه. هاي واحد الوقيته غادي يدخل للسواق، وانتم عارفين السياره الثقافي اللي عندهم معانا، الكسكسو كيقولوا ديالهم، طاجين كيقولوا ديالهم، القفطان كيقولوا ديالهم. مهم بلا ما ندخلوا في هذه الحيتيه، دخلوا واحد السوق ومشى سول واحد الشخص كيبيع ويشري تما، كان حاط طواجن، ويقول ليه ما هذا؟ سي جي من الاردن ما عارفش ما على بالوش، قال لي هذا طاجين ديال المغرب بحال هكا. قال لي هذا طاجين، طاجين مغرب، طاجين مغرب. يعني ضرب في ديك البروباغندا ديال داكشي ديالنا وداكشي جاي من عندنا، هو كيبيع في الجزائر وقال ديال المغرب. شويه سول واحد الشخص قال ليه ملي كانوا محلولين الحدود كيفاش كنتوا؟ قال لي راك نخوت، قال لي كنتقهواو هنا وكنتعشاو ليه، ما كانش مشكل. وقال بان هذا المشكل سياسي. دروك شو هي العلاقات هذه اللي توترت سياسيا ما بين الشعوب؟ بقاو خوت، هذه العلاقات توترت بكم سياسيا، كيغلقوا ما كاش لي فوت حدوديه مع المغرب، ومن المغرب الحدود كانت مفتوحه، كانوا يجيو عندنا وحنا نمشيو عندهم، هما يدوم عندنا صالح حنا ندوم عندهم صالح. وبين في الفيديو ديالو في الفلوق ديالو وزير الخارجيه السابق رمطال العمامر الجزائري فاش كيعلن ان الجزائر غتقطع العلاقات ديالها مع المغرب. قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسيه مع المملكه المغربيه. انا عندي سؤال واحد، واش ما كاين حتى شي واحد في وزاره الخارجيه الجزائري اللي فيريفي وشاف ديك الفيديو قبل ما تلاح؟ راه ملي كدير بودكاست مع شخص عادي كيقول لك عطيني نشوف قبل ما تلوح، شجا بوسطة منه لراسه، ما كان حتى شي واحد غادي يراقبه، حنت راه بوسطة الفيديو داز شوية ومسحها. مهم ما عليناش الإخوان، هاد لا فيديو فيها شلة لقطات كيجمعوا بين المغرب وبين الجزائر، وكيقول أنها ثقافة وحدة وأنها بلاد وحدة وأننا خوت. بعض كثير رغم اللي بنشوفه أحيانا من تشويه على السوشيال ميديا. وهاد النوعية الفيديوهات محتاجينها تبقى، ما خاصهاش تمسح، بالعكس راه كتجمع بين الشعوب. وجاو سوبريمات الاخوان. هاد جو حطاب كيف ما قلت لكم عنده بوبليك عربي كبير، كاع الدول العربيه كيتفرجوا فيه، وهو ذكي ملي غيدخل الداشبورد ديالو اليوتيوب ديالو كيبان ليه كاع المتفرجين ديالو المتابعين ديالو من اين دول. وفاش دار ثلاثه الفيديوهات على الجزائر الاخرى الاخوان بغى يصلح بها خلاف اللي كاين بين الجزائر والمغرب، جاء عطى الراي ديالو كتوريست، قال بان دوك الحدود خصهم يتحلوا بين الشعوب خوت، وعارف بان عنده جمهور كبير مغربي كيتفرج فيه، يعني بغى يبقى محايد. يعني هاد لا فيديو دارها من قلبه الخو بلا سياسه. اش كيبان لكم الاخوان؟ عطوني الاراء ديالكم، حنا ما عرفناش هاد لا فيديو علاش تمسح، وجاوبوني على هاد السؤال، علاش في نظركم هاد اليوتيوبر جو حطاب غيكون مسح هاد لا فيديو من القناه ديالو؟